أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو القول الصحيح في بيع وشراء بيوت مكة وأراضيها؟ تبي تطلع الناس من بيوتهم؟ بيوت مكة تباع وتشترى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تباع وتشترى. فالقول الصحيح أنه يجوز تملكها وبيعها وشراءها، ولو لم يجوز لصارت مكة خرابا، ما حد يجلس فيها، الناس يبون بيوت، يبون محلات، يبون. فلو منعتم التملك فيها صارت بر معطلة. نعم.